عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله هنوريكم طريقة البامية، طاجن البامية مع لحم بقري مع على جنبه رز بشعيرية. هنا بصل ناعم، هنا ثوم، حبتين هيل، حبتين قرنفل، حبتين بهار أسود، ورقة غار، لحمة، ملعقتين صغار معجون طماطم، ثوم مفرز، حبتين طماطم وثلاث حبات طماطم، ملح، بهار أسود. هلا حنين نطبخه شوي على النار. حطينا ملعقة سمنة وملعقة زيت نباتي، هلا نحمر البشعيرية، نحط الملح، تقريبا كل كاسة رز مغسول كستان مي، إذا منقوع نقع بغالو كاسة نص. هلا بعد ما تقريبا البامية عقدت معنا، هنحطها بالفرن على درجة حرارة 160 تقريبا، من نص ساعة ل 40 دقيقة. هنا بيكون كيف تطلع بإذن الله. هلا صاروا جاهزين، بعد شلناها من الفرن، سوينا حتتين بالفلفل، فلفل حار، وهيك صار معنا الطاجن جاهز.